يقول البعض بأن السلطنة هورم كانت على علاقة بمقبول إبراهيم باشا. تذهب بعض الاتهامات حتى إلى درجة أن سليم الثاني هو ابن إبراهيم باشا وليس ابن السلطان سليمان. فما صحة هذه الروايات التي نسمعها هنا وهنا؟ قبل أن نواصل عزيزي المتابع، من فضلك لا تنسى الاشتراك في قناتنا إذا لم تكن مشتركا فيها بعد، والإعجاب بالفيديو وتفعيل جرس التعليقات ليصلك كل جديد. وإذا كان لديك سؤال أو اقتراح بإمكانك أن تتركه لنا في تعليق أسفل هذا الفيديو. وصلت قوة السلطان سليمان إلى درجة أصبح فيها أقوى رجل في العالم، وكما مضت العادة مع الكثير من الشخصيات العظيمة التي تميزت بزخم كبير في حياتها، فإن الأمر لا يخلو أبداً من الحكايات الملفقة أو الحقيقية. ومن أجل تشويه هذا الرجل، فلقد طفت على السطح بعض الحكايات الكاذبة التي تبناها البعض وروج لها لتشويه السلطان، وطبعاً تشويه السلالة التي استمرت من سليم. ومن بين هذه الأخبار الكاذبة القول بأن علاقة جمعت السلطنة هورم بإبراهيم باشا. هذه المعلومة هي معلومة خاطئة تماماً ولا يمكن أبداً أن تكون صحيحة، وذلك أولا لما عرف عن العلاقة المتينة التي جمعت السلطان بزوجته هورم، وعلاقة العشق والهيام بينهما والتي شهدت بها الخطابات المتبادلة بينهما، وما رواه كل المؤرخين والسفراء عن العلاقة المتميزة بينهما، بالإضافة إلى أن علاقة خنائية كهذا لا يمكن أن تحصل أبدا في مكان كالحريم الذي كان مليئا بالحراس والأغوات. وكان من المستحيل حقا أن تبنى علاقة كهذه بين إبراهيم باشا وأي جارية في القصر، فما بالنا بالسلطانات وخاصة سلطانة كالسلطانة هورم، لها أعداء متشعبون يتصيدون أخطائها. من ناحية أخرى، فإن بعض الصور تبين بشكل واضح جدا أن السلطان سليم وإن كان يشبه أمه فإنه أيضا يشبه أباه، وذلك لدرجة كبيرة جعلت البعض يخلطون بين صورتي السلطان سليم والسلطان سليمان. هذه الصورة مثلا هي صورة سليم الثاني، إلا أن البعض عادة ما ينسبونها للسلطان سليمان، وذلك للشبه الكبير بينهما. وأنهي هذا الفيديو بالتأكيد على أن هذه الإشاعة هي إشاعة كاذبة ومختلقة ولا تليق حقيقة بسلطان عظيم كالسلطان سليمان، وأدعو الجميع حقيقة إلى عدم الترويج لها، لأنني رغم تجاهلي إياها فإنها تعترضني باستمرار. وأؤكد بما لا يدعو للشك أبدا بأن هذه المعلومة خاطئة تماما. أعزائي، هنا نكون قد وصلنا إلى آخر هذا الفيديو، أتمنى أن ينال أعجابكم، وإلى اللقاء في فيديوهات قادمة. تحياتي، أنا فردوس حافظ الرشيد، إلى اللقاء.